جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا بالصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم. أهلا بكم إلى التفاصيل، ونبدأ هذه الجولة من صحيفة الأخبار. مشاركة ناجحة لمصر في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة. السيسي دعم مصري كامل للأشقاء. في سياق آخر، إطلاق الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوريد 1,200,000 طن قمح بالمحافظات. من أبرز عناوين اليوم السابع، السيسي يطلقها قوية من مكة المكرمة. لم يعد مقبولا السكوت على خطاب التميز والكراهية ضد العرب والمسلمين. الرئيس أمام القمة الإسلامية نرفض ألصاق تهمة الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف. ووحدة الكلمة والصف سبيلنا لمواجهة عدم الاستقرار والتوتر السياسي والأمني. وتبعت في شأن مختلف، الرئيس يشهد اليوم احتفال الأوقاف بليلة القدر، والإفتاء تستطلع هلال شوال غدا. أما عناوين صحيفة الجمهورية فكانت كالتالي: ماراثون الثانوية العامة ينطلق السبت، وامتحانات البوكلت دخلت المطابع السرية، الموبايلات ممنوعة وعقوبة الغش والشغب فورية، الكهرباء استعدت للعيد والحر. ولمحبي الرياضة، ليفربول على عرش أوروبا، والهدف الأول لمو في فتح الطريق للبطولة، وجماهير الريدز غنت له ابن نجريج على منصة التتويج بالتشامبيونز ليج، وكلوب كسب الرهان. من مصر اليوم نطالع: المحافظات تستعد لاستقبال عيد الفطر. مصر تفطر في العاصمة بحضور الآلاف من المشاركين. أطول مائدة إفطار في العالم بطول يتجاوز 3,000 متر. واحتفلت الصحيفة بشكل خاص بفوز ليفربول بقيادة محمد صلاح، وقالت: مو أول مصري يحقق دوري الأبطال، وثاني عربي يسجل في النهائي الأوروبي. الفرعون المصري يدخل التاريخ بإحراز ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائي البطولة. وفي افتتاحيتها ألقت صحيفة الأهرام الضوء على أهمية مشاركة مصر في قمتي مكة المكرمة والرؤية الشاملة التي قدمها الرئيس السيسي، وقالت: أن مصر أم الدنيا كانت حاضرة وبقوة في أم القرى، فما أجمعت عليه الأمة العربية والإسلامية في قمتها بمكة المكرمة يمثل في حقيقته استجابة واضحة واتساقا تاما مع رؤى مصر وسياساتها، والتي تنتهجها بقيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات لحماية مصلحة الأمة والتغلب على التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف. أهلا بكم من جديد. نتحول الصحف العربية ونطالع من صحيفة الخليج الإماراتية: رؤية جديدة لمستقبل العالم الإسلامي لمواجهة التحديات الداخلية والدولية وحفظ الاستقرار. على أن مكة المكرمة يندد بالاعتداءات الإرهابية على الإمارات والسعودية. الجيش اللوبي يصيب درون تركية قصفت أحياء بغربان. مقتل قادة بارزين في ميليشيا طرابلس وقيادي في النواصي مطلوب للإنتربول. نتابع قراءتنا من صحيفة الحياة: الرئاسة الفلسطينية قررت القمتين العربية والإسلامية انتصارا لقضيتنا. وقرقاش يؤكد السعودية إعادة صياغة الموقف الخليجي والعربي والإسلامي عبر 3 قمم ناجحة. نصر الله يرفع سقف تهديده بعد نقل ستارفيلد صورا وخرائط عن مواقع صواريخ حزب الله. إلى جريدة الدستور الأردنية: بدورها رصدت اعتقالات ومواجهات داخل ساحات الأقصى، وجيش الاحتلال يتدرب على مواجهات بجنوب لبنان، والاتحاد الأوروبي يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية. 4 قتلى و36 جريحا حصيلة تفجيرات كركوك في العراق. إلى جريدة القدس الفلسطينية ونطالع منها: العالم الفلسطيني يزين المسجد الأقصى ودمشق تحت القصف، ومقتل 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي، وعودة نحو 621 سوريا إلى بلادهم قادمين من لبنان. 75 مهاجرا عالقون في سفينة جنوب تونس. نتائج قمم مكة المكرمة 3 كانت محور مقال بجريدة الشرق الأوسط، وتحت عنوان قمم مكة قوة السياسة السعودية، كتبت: على العديد من الدول العربية والإسلامية صارت تفكر جديا في مستقبلها ومستقبل شعوبها
وتفتش عن مكان في هذا العالم عبر طريق الاستقرار والتنمية، وبخاصة الدول العربية التي عانت من تفشي الأصولية والإرهاب، وما صنع وعيا جديدا لدى الأجيال الشابة بالبحث عن التنمية والتطور والابتعاد عن الشعارات والمزايدات التي أودت بها عبر عقود من التخلف والتطرف. إلى الصحف العالمية، ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تواجه مفترق طرق بعد فشل محادثات التحالف الحكومي في إسرائيل. الرئيس الأمريكي يعتزم إلقاء ثقله بالكامل وراء حملة نتنياهو لإنقاذ منصبه كرئيس وزراء لإسرائيل. إطلاق النار على شاطئ في فيرجينيا، واليوم كلنا نحزن، وفيرجينيا بيتش تنعى 12 من ضحايا إطلاق النار، و11 منهم من الموظفين المدنيين. من صحيفة هارتس الإسرائيلية، نطالع انتخابات إسرائيل الجديدة ستؤجل كشف ترامب عن خطته للسلام. ومع ذلك يشعر مسؤولون فلسطينيون بالقلق من أن الإدارة الأمريكية ستواصل اتخاذ خطوات تهدف وتمهد للخطة دون الكشف عن تفاصيلها. إسرائيل تضرب سوريا انتقاما من إطلاق الصواريخ، وسوريا تقول إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان. إلى الصحف البريطانية، حيث نشرت صحيفة ساند تايمز مقابلة مع الرئيس الأمريكي ترامب. دعا فيها البريطانيون إلى إرسال ناجيل فراغ للتفاوض على خروج بريكسل والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا رفض الاتحاد إعطاء بريطانيا ما تريد. وأضاف ترامب قبل زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع أنه يتعين على رئيس الحكومة البريطانية الجديد رفض دفع فاتورة بريكزيت، وأن يغادر المفاوضات إذا رفضت بروكسل الانصياع على مطالب بريطانيا. الصحف البريطانية احتفلت بالفوز التاريخي لفريق ليفربول باللاعب المصري محمد صلاح، ونقرأ من الاندبندنت: ليفربول يفوز بدوري أبطال أوروبا، وصلاح وأورجي ينهيان قصة توتنهام الأسطورية. اللاعبان يؤمنان الفوز ليفربول وكل المشاعر هذا الموسم لها معنى كبير، وهي النجاح الممتع والتاريخ المجيد. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.